باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إن شئت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملك وهبه للمساكين يكن لك كنز في السماوات ثم تعال واتبعني. شو حلوة كلمة تعال واتبعني من مين؟ من يسوع المسيح. بس يا للأسف أنا ما عملت مثل ما بده يسوع المسيح، عملت مثل ما بده الغني. ضليت 15 سنة فن وشهرة ومصاري وسفر وكل شيء. وكل شيء مثل ما بتحلموا انتو، مثل ما بيحلم كل شاب وصبية، مثل ما بيحلم كل رجال وزوجته، يا كل رجال واخته، انه يبني مستقبل لإله. وانا افتكرت انه هذا المستقبل المضبوط يلي أنا عم ببنيه على الأرض. بس ولكن بظرف 15 سنة كنت عم حس إنه يسوع المسيح واقف على الباب عم يدق لي وعم بيقول لي يا طوني ابن ليندا. أنا أمي اسمها ليندا وموجودة هون. وبي اسمه فهمي ومات من 13 سنة، صار عندي 300 بي بالرهبنة اللبنانية المارونية يحني موجودين قدامكم. إن شاء الله أكثر يصيروا. كان يسوع المسيح عم يدق عباب، مش عبابي وحدة، عباب كل واحد. ورح قلكن إنه كنت قلو ليسوع انطور على الباب شوي، خليني عد هالمصريات، خليك شوي عندي هالسفر. طب ما أنا مشهور ومعروف، كل الناس بتحبني، وكل ما أعمل حفلة بيجوا بالألوف. وأنا من كلمة أنا من مش حلوة كلمة أنا، ولكن كنت أولى. أنا اسمي ربيع الخولي، ونطور شوي تخلص هالعز اللي أنا فيه، ومفكر حالي أنه هذا العز المضبوط. بعدين سنة 2000 حسيت انه ما بقى في احمل دق يسوع على الباب. يسوع بيسابر، يسوع ما بيزعل من حدا، يسوع شو ما بنعمل بيرجع بيغفر لنا خطايانا حتى الخطية الكبيرة الكتير. بعتقد انه حسيت انه سنة 2000 بخميس الغسل غسلني وعطاني اول نعمة، هي انه فرغني من ذاتي. وحسيت انه صرت انا ذاته. ويا اخوتي، بس الانسان على الارض يصير من ذات يسوع المسيح ما بقى تخافوا علي. بعرف انه قلتوا ربيع الخولي مجنون، يلي كان ربيع الخولي، انا صرتوني مع اخواتي هلا. قالوا انه انا مجنون، قالوا انه يمكن كان يعرف له شي وحده بحبها وتركها، نجن شوي طلع على الدير. من هالشغلات بقلكن انه يسوع وقت ما ينظف الانسان من ذاته
ويصير الإنسان ذات يسوع المسيح، ما بقى تخافوا عليه. ليك وين صرت أنا؟ عند الحردينة. هاي بكل بساطة، ومش بقوتي، بقوة يسوع المسيح. لأنه صدقوني بتكون تسألوني، كل الناس بتسأل ليش صار فيك هيك، بقلكن أنه أنا تفرغت من ذاتي وصار ذاتي يسوع المسيح، صار كل شيء بده هو أنا أعمله، بس ولكن بإرادتي. فقر وفرح، تعب وفرح. بتقولوا ليش؟ كنت أقول ليش الرهبان أنا بضلهم فرحانين. طب فقر وعفة وطاعة، هم مضروبين بالدار، مش عم يعملوا مثل ما نحن عم نعمل. أنا كنت سافر روح وإجي انبسط، فكر حالي أنه هاي الحياة، واتطلع بهالراهب، لقي هالراهب عم يضحك من كل قلبه وصورة الله بوجهه، في نور طالع من وجهه. ليش يا عمي؟ أنا اليوم بحب إلكن أنه أنا اليوم عرفت ليش الراهب عنده فرح بحياته، وبيموت عنده فرح بحياته. لأنه ما بيموت، لأنه مثل ما يسوع قام كمان نحن منقوم، ولكن منقوم لعنده يعطينا شغل عنده. وأنا بحب لكم شغلة، ما تخافوا من كل شيء بتحسوه أنتو. كل واحد عنده دعوة، المسيح اللي بيتعمد روح القدس بحل عليه، وقتها بيصير قديس. بس ولكن ملذات الحياة هي بتقف بطريق القداسة. ملذات الحياة كتيرة بتوقفوا للإنسان عن القداسة، وبيكوع، بيكون رايح صوب ربه، بيكوع صوب الملذات. كتر خيرك يا يسوع إنه نظفتني من ذاتي، وبشكر ربنا. بعد في بس مقطع صغير صار يقولوا إنه لأنه خيو مات طلع الدار. طيب اللي بيخوت وخيو بيموت مش من بعد سنة بفوت على الدار، وبعدين أنا ما بيجي على الدار، بروح بسافر. كتر خيرك يا يسوع إنه مات سليم، 31 خي عندي بالدار هون. ومات بي من 12 سنة، الأباء الموجودين هون هني أبائي، بعيط لهم يا أب، بتشكرك يا يسوع. وبالنهاية طولت عليكم لأنه بونا المعلم عم يتطلع فيي، بالنهاية بحب أقول إنه العذراء كانت كتير مهمة بحياتي. العذراء هي صلة وصل بين روح الإنسان وابنه. ما بتزعل شو ما بتعملوا فيها، بتضل حدكم، بتنوركم. بعد الأوقات تعمل معكم عجايب بس أنتوا ما بتحسوا فيها. بحب إلكن إنه مريم العذراء هي اللي بتخلينا نقدر نسمع ابن يسوع، واللي منقدر تتوسل له لنا، تتوسل لإله كرمالنا. واشتغلت كتير بحياتي، ولأنه اشتغلت كتير بحياتي عطيتني قوة إنه لحن كان آخر لحن بعمله يلي هو من كلمات توما ليهوتي، توما الأقويني. بشكرك يا عذراء، بشكرك يا يسوع، بشكر الرهبنة اللبنانية المارونية يلي ما بعرف إذا قبلت فيي، أنا مبتدئ. بحب قلن أنا صوتي
وجسدي ودمي بقدمه للرهبنة اللبنانية المارونية يلي هي رح تشقلي إياه لعند ربي. إلى رأفتك.